السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام العيد. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. عايز الكل كده يذكر الله، كده اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمدا عبده ورسوله. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا كده عشان نشوف الانتاج اللي معانا والخير اللي معانا في الفقاصه النهارده، يا ريت الكل يسمي بالله كده ويدعي لي بالبركه ان ربنا يبارك ليا ولامه محمد ان شاء الله. معانا انتاج النهارده من الفراخ، معرفش هو مكان كتكوت برهمه حاليا يعني، ومعانا هندي ومعانا بلدي مهجن، ربنا يبارك ليه الجميع يا رب. كميه الهندي والبرهمه اللي موجودين معانا دول بتوعي، انما البلدي بتوع اختي، ويمكن يكون فيهم بعد كتكوت بلدي ليا كده او الله اعلم، لان لسه معرفش الانتاج اللي في الفقاسه هل انا طالع لي ايه او هي طالع لها ايه، بس الكميه الاكبر هي بتاعتها هي، لان هي كانت جايبه عندي كميه بيض. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله ويرزقنا ويرزقكم الخير جميعا. كانت بعتت لي بنتها عشان تاخد الكتاكيت، بس الكهرباء كانت قطع، بتقطع عندنا الساعه 6 بتيجي 7، بيقطعوها ساعه واحده بس عندنا، فانا قلت لها بس على ما الكهرباء تيجي عشان نفتح الفقاسه بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الابو رقبان ده بتاعي طلع بزرميت، بسم الله ما شاء الله. البزرميت حاليا اللي بيطلع عندي، والله حاليا دلوقتي بيطلع عندي زي الفيتنامي بالظبط، لان زي ما قلت لكم ان انا ايه قويت السلاله، عملت بزرميت هندي على هند صافي. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله ويرزقني ويرزقكم الخير جميعا، اللهم امين. شايفين الكتكوت؟ شايفين جماله؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللون لون عندي الهندي اهو، شايفين حضراتكم كده لون الهندي والفيتنامي، وبسم الله ما شاء الله. والتاج بتاعه القبه بتاعته الجميله دي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع يا رب. دي كتكوت بشاير بتاع البزراميت، البشاير اللي عندي اللي هو البزراميت اللي كنت مهجنه الفيومي مع الهندي، دي البشاير بتاعته، بزراميت فيومي على هندي مع هند صافي بيور، ربنا يبارك للجميع يا رب. جيب بس كرتونه ثانيه، وده كتكوت برهمه اهوت، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ليا ولكم الامه محمد اجمعين. هجيب بس كرتونه عشان احوش الكتاكيت اللي طالعه لي لوحدها، وده هندي برضو اهو، ده هندي اهو يا حبايب قلبي، ربنا يبارك ليا ولكم الامه محمد ان شاء الله ويرزقني ويرزقكم الخير جميعا. دي بلدي مهجن وده بلدي مهجن اهوت، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع. اجيب بس كرتونه عشان احوش الكتاكيت لوحدها. الثانيه هي قالت لي هتاخدهم، لان انا ما عنديش مكان لهم اساسا يعني، كل الاماكن اللي عندي مشغوله، فانا ايه هحطهم لوحدهم كده وبعدين اشوف طالع لي كام كتكوت واقول لها انا طالع لي كذا، لو اخدتهم اخدتهم ما اخدتهمش يبقى تمام مفيش مشكله. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم الامه محمد اجمعين. دي الكتاكيت اللي معانا، هي احنا هنعد كده ونشوف طالع لنا ايه وهي طالع لها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اصبر يا عم الحاج كده، 2 يبقى 4، 4 6، احنا بنعد البلد حاليا، 8 8 وده واحد هندي، ده كده 9 بلدي، والهندي نحطه مع بتوعنا، 9 بلدي، اصبر يا عم الحاج، 11 وده برهمة وده بلدي، يبقى 12 كتكوت، 12 13 13 16 17 17 19 20 كده، 20 كتكوت لاختي يا امه، ودول الهندي والبرهمه اللي خارج لنا والبزراميط، ربنا يبارك يا رب. نشوف بقى بقيه الكتاكيت هل خارج حاجه لسه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وده هندي وده بلدي كده، 21 بلدي، 21 بلدي كده، 22 وده كتكوت ميت اهوت. نشوف بس القشور ونشوف باقي البيض لسه في حاجه بقى ولا لا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، طلع لها كده دلوقتي
21 كتكوت، معرفش كانت جايبه كام بيضه والله الصراحه، يعني معرفش كانت جايبه كام بيضه، بس انا لسه ليا بيض هنا ما خرجش لان انا ما كنتش حاطاه كله مع بعضه في نفس اليوم. دي البيض اللي بتاع اختي، لها بيض فاضي برضو وهوت، بس اللي خرج كميه كويسه مش وحشه، ربنا يبارك لها يا رب، ربنا يبارك لها ويبارك لنا ولامه محمد اجمعين يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير. على فكره انا عماله برمي القشور على الارض وانا مش عارفه ان انا برمي في ايه، دي اتنقر هيت بس مش عارفه صاحي ولا ميت. دي البيضه دي تبعني؟ لا تبعها برضو. بسم الله، دي فاضيه ودي فاضيه، مش حابه ان انا افر على الفلاش كده لانه بيضيع التصوير، بس مفيش حاجه معايا اعمل بيها افرز بيها. في بيض لسه ما نقرش، يعني لسه بيضه ما نقرتش، فانا هسيبه مش هستعجل عليه، ودي بيضه نقره اهي، دي تبعني ليه. دي كتكوت برقبان بلدي اهو، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير ان شاء الله. الفيديو الجاي هيبقى معانا انتاج من البط الجعجاع، ربنا يبارك يا رب. هوريكم برضو البط اللي هيبقى طالع معانا المره الجايه ده ان شاء الله، اوريكم البط بتاعه، فربنا يبارك للجميع. الكتكوت ده مات خلاص، هنشيله من الفقاسه وهشوف اختي فاضل لها كام بيضه هشتلهم، لان هو البيض اللي فاضل ليها فاضي. مش عارفه ده صاحي برضو ولا ميت، ده ميت ده. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أفضل الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل ما أجي أصور أفتكر إن أنا أقفل الإشعار أنساه ويجي في الفيديو، بس هو مفيش حاجة غلط يعني، ده الصلاة على النبي يعني يا جماعة، بس هي بتبقى ظاهرة في الفيديو، انا مش عارفه ممكن تعمل لي مشاكل بقى في التصوير ولا لا. لسه في هنا كميه بيضه اهيت ما خرجتش، فهنسيبها بقى لما تخرج براحتها. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. معانا كتكوت بلدي اهوت، ومعانا كتكوت بلدي تاني ليا، ربنا يبارك للجميع. هنشوف بقى البيض البط اللي هيخرج معانا ان شاء الله، عايزه اوريه لكم. بس دي نقره اهي يا حبيب قلبي، شايفينها حضراتكم كده، دي نقره اهيت وده برده نقره اهيت، ربنا يبارك له يا رب. الشخصيه دي محترمه جدا جدا، وربنا بيرزقه والله العظيم وبيرزقني من معاه من وراه يعني، ربنا يبارك للجميع. وده برده نقره اهي، بسم الله ما شاء الله. انا ولسه بشاير بدا ينقر يعني، لسه بدا ينقر معانا النار. دي برده نقره اهيت، يعني اغلبيه البيض في بيض كتير نقره اهو، ادي نقره برده بسم الله ما شاء الله، ودي اهيت، ربنا يبارك له يا رب ويطلع له منها كميه كويسه بسم الله ما شاء الله. اغلبيه البيض زي ما قلت لكم نقره، اغلبيه البيض نقر. هو كان جايب بيضه رومي فطلعت فاضيه، سبتها في الفقاسه، ودي برده نقره، سبتها في الفقاسه ما رضتش اشتلها، بحيث بس ان لما البط بتاعه يطلع يعرف ان البيضه ما كانش فيها بذر اصلا، هي كانت فاضيه. دي البيضه دي فاضيه، باينه اصلا خالص معايا وانا بصور، باينه معايا خالص. دي بقى مش عارفه نقره ولا القشره اللي كانت لازقه في بتاع الفقاسه. كميه البيض ده كله بتاعته، الكميه اللي موجوده معانا دي كلها بتاعته هو، بس لسه يعني اغلبيه البيض برده ما نقرش، فاحنا مش هنستعجل عليه، اللي هيخرج برن عليه بيجي ياخده، واللي بيفضل بينقر ويطلع براحته مفيش اي مشكله خالص. ما بستعجلش على حاجه حد يا جماعه، ما بستعجلش على حاجه حد. لسه اللي في الرف من قدام ده كله لسه ما نقرش، بس اللي معانا في الرف من هنا نقر كله، يعني الاغلبيه فيه نقر. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير، اللهم امين، ويبارك ليا ولكم لامه محمد اجمعين. في حاجه لسه تحت هنا، ما عادش حاجه تحت كده بقى. احنا ايه دي اللي خرج معانا النهارده، ربنا يبارك يعني. نقفل بس الفلاسه. ايه يا عم التليفون، زي ما انتم شايفين حضراتكم يا حبايب قلبي، دول 21 كتكوت هم اللي خرجوا لاختي بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. دول ناشفين وحلوين جدا جدا، هم عايزين ان هم يطلعوا ياكلوا على طول، ربنا يبارك لها فيهم. دول بقى زي ما انتم شايفين، دول 2 براهمه، طلعوا لكم البراهمه، ده واحد وده الثاني، 2 براهمه هما يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. دول براهمه صافي اهو، وده هندي اهوت اسود، وده برده هندي، يبقى كده 2 هندي، 3 هندي، 4
واتنين بزرامية، أربعة هندي واتنين براهمة واتنين بزرامية. ربنا يبارك يا رب. يعني كده معانا بسم الله ما شاء الله تمانية، تلاتة خمسة تمانية، تمن كتاكيت. فهي لو هتحتاجهم وتاخدهم تمام مفيش مشكلة، مش هتحتاجهم هحطهم مع الفراخ اللي كتر قبل كده من الفقاسة، بس ايه هما بقالهم من بعض يعني ايه فترة، فلو محتاجتهمش تمام مفيش مشكلة هسيبهم مع الكتاكيت بتاعه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير، اللهم امين. ربنا يبارك ليا ولكم الامه محمد اجمعين. وبكده حبايب قلبي اكون وصلت مع نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. استنوا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.